تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله، ورحب بكل الساده مشاهدينا في كل مكان. حلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم، هنقدم فيها النهارده الباباز. بس هنعمله النهارده بطريقه حلوه جدا، حشو مختلف، لون مختلف، لان هنعمله باباز ريد فيلفت. فخلينا نشوف النهارده هنعمله ازاي والمقادير بتاعته عباره عن ايه. هستنى طبعا اي اسئله واي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، 1710 من اي تليفون محمول، 09917 من اي رقم ارضي. خلينا نشوف العجينه، كلنا نقدر نعملها في البيت. اكتبوا المقادير بتاعتها ويلا ننفذها مع بعض. موضوع سهل قوي ومش هياخد منك وقت، وفي نفس الوقت هتطلعي لاولادك حاجه طعمها حلو قوي، والجوز حضرتك برضه حاجه حلوه قوي، يجي من الشغل كده يلاقي حاجه محترمه كده بالكريمه ومعموله بشكل حلو وامكانياتها سهله، يعني مفيش حاجه صعبه فيها. هو عباره عن عجينه وشربات وحشو بالكريمه بس، هو ده اللي هنقدر ان شاء الله اللي احنا نعمله. تعال خلينا نشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجه عباره عن ايه؟ اول حاجه عندي كوبايه من الحليب الدافي، هندفيها بس على النار، حاجات بسيطه. وبعد كده عندي كوبايه من اللبن الرايب قدام حضرتك اهوت، ده لبن رايب، ده حليب دافي. سلام. ده دي الفرن اللي هنقطع فيها. ايوه خميره عم حمدي، 2 باكو خميره، الباقي 2 باكو خميره اللي هو 2 معلقه كبيره، اللي هو الاثنين باكو الصغيرين اللي هم ال 24 جرام. بص ترجمتها لك كذا حاجه ازاي؟ 2 باكو اللي هو 24 جرام اللي هو 2 معلقه كبيره من الخميره. بعد كده عندي رشه ملح بسيطه جدا، عندي كوبايه من الزبده، زبده صفراء بسيحها، مهمه جدا جدا. 4 كوبايه من الدقيق، 5 عدد من البيض، معلقه صغيره فانيليا، عصير برتقان، بشر برتقان، معلقه كبيره من اللون الاحمر الجل. تمام كده؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بنقوم واخدينا خل اللي ايه المعلقه الحليب الدافي، نقوم حاطينه هنا، واقوم حاطط عليه السكر عشان هو ده اللي هيفعل موضوع الخميره معايا. وبعد كده نقوم حاطين عندنا المعلقتين الكبار من الخميره، واقلب دول مع بعضهم كلهم. دي اهم خطوه في الموضوع، واللي احنا نسيب ديت واقوم حاطط عليها معلقتين دقيق. تمام كده، معلقتين دقيق، واقوم مقلب كل دول مع بعضهم. دول بحضرتك بنسيبهم ازاي بقى؟ دول بنسيبهم اكتر من ساعه لحد ما تبدا اللي هي تخمر معايا، وحطيها في بوله كبيره عشان ديت لما تيجي تخمر هتطلع بره المعيار اللي انا عامله ده، فانت تحطها في بوله كبيره. شم ريحه الخميره في البواز نفسه. تمام كده؟ تمام. يبقى دي اول خطوه عملناها. بعد كده بنقوم عاملين ايه؟ واخدين عندنا الزبده، كوبايه الزبده، اقوم حاطينها هنا تسيح معايا كويس جدا عندي في الكازرولا دي اللي عندي على النار. انا مش عايز اعمل في العجان، بس هضطر اني اعمل في العجان بس عشان اللون الاحمر بس ما يقعدش يبهدلني، بس هو دي الفكره والله. كنت عايز اعملها لكم على ايدي، هو بالايد سهل والله ما فيش اي مشكله خالص. هنحط عندي دقيق اهو، دقيق المخبوزات، وزي ما اتفقنا حضراتكم بنحطها في العجان. ونبدا نحط عندي مضرب الهلب او مضرب الكف عادي جدا. الزبده ديت هفصل عليها خلاص تماما. الخميره لازم تقعد فترة كبيرة، قعديها في التلاجة. بص انا بقولك ايه، حطيها في التلاجة لمدة ساعة، بعد كده طلعيها وعجيني بيها. الخميرة بتاعت البواظة يا جماعة، معلقتين كبار من خميرة، معلقة كبيرة ونص من السكر، حط عندي كوباية من الحليب الدافي، معلقتين كبار من الدقيق، اقلب الكل ده مع بعضه واحطها واغلفها بولة كبيرة واحطها في التلاجة لمدة لا تقل عن كام؟ عن ساعة. تطلعيها وتبدأي تحطيها فين؟ على الدقيق. طيب الدقيق ده هنا حضرتك هنحطه فيه ايه؟ حط عندي الخمس عدد بيض، هنحط عندي بشر البرتقال، سنة الملح، شوية فانيليا، ونبدأ نشغل عندنا على الكلام ده كله.
هنا يا عم حمدي بقوم حاطط عندي عصير برتقال عندي على يعني بشرق وعصير على الدقيق. جميل. حوالي يعني برتقانه واحده بس طازه بتجيبيها وتعصريها وتحطها فين؟ على المقادير. هنبص دلوقتي على الدقيق، هقوم حاطط هنا يا عم حمدي على الخميره اللي هتطلع من الثلاجه اقوم حاطط عليها لبن رايب قدام حضرتك اهي. الخميره بعد ما تطلع احط عليها كوبايه من اللبن الرايب. جميل. الله يكرمك. واقوم اقلب الاثنين دول مع بعضهم، وانا بقلبهم بقى كده اهوت بقوم عامل ايه؟ حاطط عندي اللون الاحمر الجل ونقلب مع بعض كل ده. لانها محتاجه تاني لون احمر بقوم ضايف لها كمان لون احمر. يبقى انا عملت البوليش زي ما قال الكتاب، بس تسيب العجينه ديت تتخمر لوحدها الاول، وبعد كده نقوم مطلعين حاطين عليها اللبن الرايب، وبعد كده نقوم حاطين عليها اهو. بص بقى بقوم عاجن، بص العجينه عامله ازاي. العجينه قدام حضرتك اهي، نقوم منزلينها وابدا انزل بالعجينه بالخليط ده واحده واحده. الرشه كده اهوت الصلاه على النبي، واسيبها بقى عندي لحد ما تبدا اللي هي تبقى عجينه اتقل من الزلابيه، اتقل من السمك الكثافه بتاعتها اتقل من الزلابيه. هتحتاج مثلا ربع كوبايه دقيق، ممكن نضيف لها ربع كوبايه دقيق، لكن محتاج عجينه تبقى اتقل من الزلابيه شويه عشان لازم هتسيبي هترتاح الاول، وبعد كده نبدا ان احنا نقطعها في الفرن. هنعملها في انهي فرن؟ فرن قدام حضراتكم اهيت، هنشوف الكلام ده كله ان شاء الله، ولكن بعد فاصل. العجينه زي ما قدام حضراتكم شايفينها قدام حضرتك اهي، تمام. بعد ما خدت كل المكونات بصت عامله زي الاستك كده وماسكه نفسها شويه، مش عجينه سايله زي الزلابيه. احنا بس زودنا كوبايه دقيق ونقصنا الحليب اللبن الرايب او الحليب الرايب، احنا نقصنا منه نص كوبايه، يعني نص كوبايه من اللبن الرايب، وخليناهم بدل اربع كوبايات دقيق خليناهم خمس كوبايات من الدقيق عشان تديني القوام اللي انا محتاجه ده. طيب اهم حاطط عندي بقى الزبده، كوبايه الزبده وهي شغاله دلوقتي بقى ان احنا سيحناها واحده واحده كده اهوت، والمقادير قدام حضراتكم. انا والله بس عشان الضمير مش اكتر، عشان حته الايه اللي هيشتغل من ورايا ما يبقاش في اي مشكله، فانا لو في اي تعديل انا بعمله خصوصا بالكوبايه، انا بالجرام بشتغل قلت لكم قبل كده في الحلويات وانا مغمض الكوبايه، لو في حاجه قبل الهوا بشوفها وبعملها باجي على الهوا ممكن تتظبط معايا وممكن ما تتظبطش، لو ما اتظبطتش ببدا ان انا اعدل المقادير واحنا شغالين مع بعض. فبس احنا عدلنا المقدار ده اهوت، خليناه خمس كوبايات من الدقيق وحطينا نص كوبايه من اللبن الرايب مكان كوبايه بس. الزبده بتعمل ايه في العجينه طبعا؟ هوريها لك. بص عملت ازاي في العجينه؟ بتنعمها جدا، بتخلي من الملمس بتاعها ناعم جدا، وقدام حضرتك اهيت بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. هو ده القوام المناسب اللي احنا محتاجينه للبباظ عندي. طيب هقوم واخد عندي الزباتيوله الصغيره ديت ونبدا نفضي العجينه كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده بنبدا نجيب عندي الفرم اللي احنا نبدا نقطع فيها، اي فرم عندك هتشتغل.
انا حاطط هنا عامل ميكس محترم قوي، جايب عندي الفورمه ديت ودي الاساس، هتلاقي منها الصغير ومنها الكبير. عندي الفورمه دي، عندي اطباق راك نقدر نعمل فيها، واوريها لك هتبقى عامله ازاي، وتخش وتتخمر وتخش الفرن ومفيش اي مشكله. وعندي فرم الكب كيك برضو نقدر ان احنا نشتغل بيها، اكتر من كذا حاجه قدامك تقدر انت تعمليها. طيب الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا بس لازم ندهن الفرن ديت زبده اهيت، لازم اخد الزبده السايحه اللي عندي ديت، ولازم بقى تخلي بالك لان موضوع دهن الزبده مهم قوي. من غير دقيق، الدقيق بيغير الكيك، بيخليه يطلع حاجات كده مش حلوه بعد ما تطلع من الفرن، يغمقها لك فملهاش لازمه. هو الزبده تتاكدي من كل حته، لان لو حته بس ما خدتش زبده ولزقت فيها العجينه وجيت قلبتي الكيكه دي مش تنفع. يا استاذه ساره ازيك؟ الو استاذه ساره؟ الو ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يخليكي. انا بحبك قوي. الله يخليك يا ساره، تسلمي. انا وماما على طول بنتفرج عليك قوي، بنحبك وبنعمل كل اكلاتك. سلميني عليها كتير، وان شاء الله تعملي النهارده كيكه الباباز دي وتطلع معاكم مظبوطه. وانا على فكره جربت كيكه الطبقات الكريمه الشانتيه اللي انا قلت لك عليها. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. وعملتها بتاعتها جميله قوي. بالهنا والشفا يا حبيبتي، بالهنا والشفا. هي ممكن اختي تكلمك حضرتك؟ اه طبعا، اتفضلي. سلمى هي، اتفضل. يا سلمى. خدي. الو، ازيك يا استاذه سلمى؟ انا الحمد لله، اخبار حضرتك؟ كله تمام الحمد لله، رب يكون الامور بخير ان شاء الله. هو انا ممكن ابعت تهنئه؟ لا طبعا اتفضلي. ممكن ابعت تهنئه لبابا وماما واقول لهم انا اسفه، ما يزعلوش مني. ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم، واكيد بعد المكالمه الحلوه دي مش هيزعلوا منك. شكرا، ربنا يخليك. شكرا يا سلمى. وسلمى بتبعت لبابتها لباباها ومامتها بتقول لهم ما تزعلوش مني ان شاء الله. طبعا يعني هو في بعد حنان الاب والام، يعني هو بس يبين ان هم زعلانين منكم، لكن من جوه صدقوني ما فيش الكلام ده خالص. اسالوني انا اب وانا حاسس ببين ان انا زعلان قوي، بس هو من جوه ما فيش زعل ولا حاجه. طيب بس في حاجات طبعا ساعات بتزعل قوي، اه يعني في حاجات، انا بتكلم عن الحاجات العاديه اللي احنا بنقابلها روتينية في اليوم اللي احنا فيه، لكن في حاجات طبعا بتبقى يعني خارقة للحدود بصراحة. ده موضوع تاني بقى. خلينا نشوف عندنا العجينة، لازم ترتاح شوية. نلف الكيس كده من هنا ونحطينه هنا. ونجيب عندي العجينة، بص العجينة ما شاء الله عاملة ازاي، تحس عاملة زي الاستيك بالظبط. بصي اهي. ناخدها. حاضر، هجيب بس زبتولة تاني غير دي. يا استاذه سناء ازي حضرتك؟ صباح الخير يا ابو انس. صباح النور يا فندم، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ايه الحظ؟ ربنا يخليك يا ست الكل. انت كل يوم كده حضرتك حلوه اهو، كل يوم انت الاحلى والله. انت الاحلى والله يا ست سناء، ربنا يعزك. الله اكبر عليك، بسم الله ما شاء الله. الله يخليك ويبارك فيك يا رب، تسلمي. الله يخليك يا حبيبي، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله بخير. انا جاي بقى النهارده اصبح عليكم. صباح الفل، صباح الفل يا ست الكل. شكرا ليك يا ست سناء، ربنا يعزك يا رب. هنعلق بس على الشربات، ده مهم جدا. انا بحط عندي لتر ونص من الميه، واقوم حاطط عليهم لتر من او كيلو من السكر، حاطينه انا بس عشان اعمل كميه كبيره. انت حضرتك يبقى لو عايزه تقللي يبقى قللي عن كده زي ما انت عايزه. بقوم جايب عندي كان الصغير اللي هو البرتقال ده، بيعمل شغل حلو قوي. ونقلب، واقوم حاطط فيه قرفه خشب او لتر وربع من الميه، كيلو من السكر اللي هو الشربات الوسط اللي بنقول عليه. وبعد كده بقوم واخد عندي شريحتين اتنين من البرتقانية ديت، وحاططها فين؟ في الشربات، ونسيبهم عندي على النار يبدأوا اللي هو يغلي معايا كويس جدا. تمام؟ هاي تعالى بقى ناخد عندنا عم حمدي الحاجة ديت، نقطعها
زي ما اتفقنا اطباقك ينفع فيها طبعا ينفع وجربه وشوف هتبقى عامله ازاي. هناخد فيها العجينه نحقن كده اهو. بص المطه بتاع العجينه دي ده المهم جدا في العجينه اللي احنا شغالين بيها. ما تمنيش للاخر، ما تنسيش العجينه دي فيها خميره، تخلي بالك من الموضوع ده كويس جدا. اهو هجيب عندي الفرن بقى الكب كيك. لسه هتتخمر، لازم تتخمر الاول وبعد كده مندخل على درجه حراره 180، بس لازم تتخمر الاول لمده ربع ساعه، والشتاء يبقى نص ساعه، لان الشتاء بيبقى الجو ساقع شويه والمكان اللي انت بتدخلي فيه مش زي الصيف. الصيف العجينه ما بتاخدش ربع ساعه تخمير، لكن الشتاء ممكن تاخد وقت. انا بتكلم عن ستات البيوت يا جماعه عشان الناس بس تفهم. اتكلم عن ستات البيوت، العجينه بتاخد عندهم في البيت مش اقل من نص ساعه تخمير عشان تطلع معاكي مظبوطه. يا أستاذة نازك ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك شيف حامد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. ازيك يا ابني عامل ايه؟ بخير يا فندم، ربنا يعزك يا رب. الله يديك الصحه، انا بحبك قوي وبحب اكلاتك. ربنا يعزك يا ست نازك يا رب. يخليك يا رب ويحفظك يا هانم. ربنا يخليك لك ابنك يا رب. تسلمي يا فندم، تسلمي. ربنا يحسن ما بين ايديك يا ابني. اللهم يا رب. امين يا رب، اللهم امين. ربنا يخليك. سلامي. انا طالبه منك طلب. اتفضلي يا فندم. يا ريتك تنفذه لي، بس انا عايزاه يعني عملي، مش عايزاه بالبق كده. طب اتفضلي قولي. ماشي، عايزه الفيش السعيدي. الفيش من عينيا الاثنين. حاضر، قول لي بقى هتعمله لي امتى. طيب خليها بعد السيجمنت اللي جاي، هقدر ان انا انسق مع الاعداد عشان احنا بنكتب سكريبت اسبوع باسبوع، فهقول لك ان شاء الله لو الاسبوع ده عرفت اعمله هنشيل حاجه ونحط حاجه. انا من عينيا الاثنين هبلغك الحلقه ديت هقول لك اعمله امتى. تمام، يعني خلال الحلقه ديت هقول لك هنتعمل امتى. شكرا لحضرتك جدا، واكيد اعمله لك ان شاء الله، وعد مني. اهو الله يخليك. بص عامله ازاي. تمام، ولسه طبعا هتتخمر معايا. بعد ما تتخمر هنبدا ندخلها الفرن على درجه حراره كام؟ 180. المشكلة معظم المخابز اللي بتبقى موجودة وتبيع الفايش على انه فايش صعيدي، لا للأسف هو ده مش فايش صعيدي ولا له علاقة بالفايش الصعيدي، والناس بتشتريه على سوى فايش صعيدي. لا يا جماعة، الفايش الصعيدي الأصلي بيتعمل بخميرة الحمص. أهو هغوي عندي الفورمة ديت. بصي ونقوم واخدينها ونحقن بقى كويس جدا أهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله عندنا فقره عن السوشيال ميديا اخر الحلقه ان شاء الله، لو في وقت باذن الله هنقرا شويه اسئله كده زي والبوستات اهي بتاع العم حمدي جاهز بقى اهي. لو ان شاء الله في وقت باذن الله، باذن الله هيبقى في وقت هنقدر ان احنا نقرا شويه رسائل انتوا عايزينها. وبص بقى اللي عنده اللي عامل حاجه ومصورها يبعتها لنا تصور، ماشي؟ عشان انا بحب الموضوع ده بصراحه. اي حد عامل اكله او وصفه يصورها. هتقولي بتكلم عليها على طول. وقفت معاه اي مشكله بقى بتاعي يقولها لنا. كده العجينه اللي انا عملتها جابت قد ايه؟ جابت فورمه كب كيك 12 قطعه، جابت طبقين راك قدام حضراتكم 250 ملي، وجابت فورمه قدام حضرتك اهي نص لتر، وجابت الفورمه الكبيره ديت. بصي العجينه عملت قد ايه. الفكره بقى في ايه؟ ان انت تسيبيها تتخمر وما تمليش الفرن للاخر، وده مهم جدا. عشان عايز اوريها لكم لان انا مشغل الفرنين الاثنين كده. هات كده ودي كده هنا. اقوم جايب ورقه زبده ديت واقوم حاططهم عليها كده من فوق عشان ما يعملوش قشطه. ده لو انت مش عايزه تخمري في دولاب تخمير، ورقه زبده تحطها كده عليها من فوق، والورقه الزبده لو هتسيبيها حط عليها زبده بس عشان لما تيجي تشيليها ما تلزقش في العجينه والخميره تقع. يا فادي ازيك؟ الو. الحمد لله. ازيك يا فادي، كله تمام؟ كله تمام يا رب دايما يا حبيبي. امرني. ايه يا فادي سامعك.
فادي ازيك؟ هو باين فصل من عنده حمدي. اه معلش احنا اسفين يا فادي والله لو الخط فصل. دي بعد ما الفورم الفورم بعد ما تطلع بيبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. حلو الكلام؟ تقومي جايبه نفس الفورمه تقومي حطاها في المكان اللي انت سويتي فيه. نرجعها تاني بس اتاكد ان هي طلعت من الفورمه لازم. بس دي الاكبر. ايوه انا عايز الاصغر بالظبط كده. ما انا اقول اكيد يعني ما كشتش للدرجه دي. اهي هو الجو ساقع صحيح مش عارف. شيخ يقول لك الحمد لله حمدي. ماشي تمام. يوم جايبين عندنا واخدين عندنا الوش ده. الله اكبر. بص عامل ازاي من جوه كيكه اهي. تمام. نخش على اللي بعد كده بقى نفس الكلام. نمشي على الحروف. صلاة النبي. المسام بتاعتها المسام بتاعتها مفتوحه كده اهوت. تعرفي ان انت طالعه مطلعه حاجه مظبوطه قوي. تعرفي ان انت هتطلعي حاجه هتبقى دايبه في البق لان لسه هنروح على فين بقى؟ على عمنا اللي على النار ده اللي هو الشربات ونبدا ان احنا نسقيها. طيب اجيب عند السجاط. يلا يا باشا. الشربات اهوت يا باشا على النار ما شاء الله. قدام حضراتكم اهوت. تعالوا ناخد دي. تمام. وهو خلاص الشربات قعد معايا بجيب عندي كبشه ونبدا ان احنا نسقي بيها الفورمه دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو سخن الشربات سخن معايا. هنجيب دي كده عشان عم محمد ابراهيم ما يسالش مننا اهو. نبدا نسقي يا باشا. فاهمة ازاي؟ هي بص الشربات اللي انا بقول عموات دي تخيلي الكمية دي بتروح فين؟ في الكيكة من جوه. فاهمة ازاي؟ طب شرب نقوم تاني ليه؟ لأن انت اعملي حسابك اللي هو فيه من جوه لسه ما شربش يعني في الآخر كده لسه ما وصلهاش. انت هتعرفي بقى اللي هي استكفت منين بقى؟ لما خلاص بقى بتحطي الشربات وما بيشربهاش فتعرفي اللي بقى الكيكة دي خلاص تمام كده هي مش هتشرب أكتر من كده. أهو. طيب نبدأ نعمل إيه بقى؟ بحط عندي الفورم ديت ما ينفعش ان انا اشتغل بيها دلوقتي خالص. لازم احطها في التلاجة الاول. بعد ما تحطها في التلاجة تبدأي تطلعيها وتعملي لها الكريمة. هنا بقى الكلام الجامد ده نعمل فيه ايه؟ الكلام الجامد ده نقوم عاملين بيه كده على الصاج ونقوم واخدينه حاطينه في الفرن محمصينه عشان ده هنعمله ديكور. مفيش حاجة بتترمي اهي. ونقدر نعمل منه كاسات يعني ندخله الشربات ونطلعه ونحطه في كاسات او في بولات يطلع حكايه اهو. تمام كده عم الحاج. نقوم واخدينه اهوت ورايحين نحمصه. ايه الاخبار هنا؟ ما شاء الله زي الفل. نشيلها دي ونحطها هنا. يا مصطفى. الو. ازيك يا عم مصطفى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف محمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك منورنا والله. ربنا يخليك يا فندم دبور. والله انا اول مره حضرتك اتصل على التلفزيون يعني. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك جدا. ربنا يعزك يا رب حبيبي. قلت لازم اصبح عليك كده الصبح النهارده. صباح الفل يا عم مصطفى يا غالي. صباح الفل. صباح الفل يا عم. لو ليك اي سؤال تحت امرك. ربنا يكرمك يا رب. حبيبي ربنا يعزك يا رب. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك.
بطلع دي بقى اللي هي فورم الكب كيك، وبعد ما اطلعها منها واقوم مرجعها تاني الفورم عشان هبدا هعمل نفس اللي انا عملته. يعني ما شيلش قوي، خلي بالكوا يعني ما نزلش لحد الحرف عادي. يلا بينا، بس هسقي دي بس الاول. يلا هنبدا بقى ان شاء الله بعد السيجمنت ده باذن، بعد الفاصل ده هنبدا نعمل لكم الحشوه الجميله جدا اللي انا هعملها للباباز بالريد فيلفت، هنشوفها ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل وبنعمل دلوقتي الباباز اللي هو الريد فيلفت زي ما قدام حضراتكم كده شايفين. بعد ما طلعت بص بقت عامله ازاي، تعال نقلب كده. بص ديت بعد، يعني والله الموضوع سهل قوي خلاص اصلا، يعني كده كده بعد ما تسقي معايا بص تلاقي ما شاء الله عامله ازاي. بص عامله ازاي من هنا، تضغط عليها تلاقيها ما شاء الله تمام، تاكل كده اصلا لوحدها. بجيب عندي كريمه نباتي ونحطها عندي في العجان وابدا ان انا اخفقها كويس قوي عندي اهوت قدام حضرتك كده بالشكل ده اهي. دي الكريمه اللي هي النباتي او كريم شانتيه، ما كريم شانتيه نباتي بس ده نباتي اللي هو السايل. طيب هنا عم حمدي بقوم جايب جبنه كريمي، نركز بقى في الحشوه ديت عشان بصراحه هي خطيره قوي قوي قوي. جبنه كريمي ساده تمام، طبعا احنا بنعمل كميات عشان الكميه اللي قدامنا. حليب مكثف نقوم حاطينه كده اهوت بالشكل ده، ونقوم نازلين بشويه بشر ايه برتقان عليها. الكلام ده ايه، الكلام ده جميل قوي. واقوم اقلب الجبنه انعمها كويس جدا مع الحليب المكثف اللي عندي، ونقلب لحد ما ايه ما الحاجه تنعم معايا كده اهو. واقوم حاطط بقيه الحليب مبخر اللي عندي او الحليب المكثف مع بشر البرتقال مع الجبنه الكريمه. بص بقى عامله ازاي يا عيني. نروح بقى فين يا خال، نروح فين عندي على الكريمه اللي عندي وبتتخطق هنا، علي بس عليها سنه وهي شغاله كده. نقوم ايه حاطين عليها الجبنه والحليب المكثف يا عيني. بص الجمال، بص الجمال، انا بس عايزك ايه تدوقي بس الطعم بتاعها هيبقى عامل ازاي بقى.
الكريمه دي يا جماعه وهميه، لان الجبنه مع الحليب المكثف مع بش برتقال مع الكريمه النباتي. فبص الكريمه عامله ازاي، تعالوا بقى ناخدها ونبدا يا باشا ايه نزين ما يعزك. حتى الطعم بتاعها بقى هتلاقي طعم ايه تسلي، فاحنا عاملينها ريد فيلفت فعشان كده حطينا فيها الجبنه في الحشو نفسه. الله، لا 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 مش طبيعيه بجد، جربوها. وممكن تعمليها كمان مع الكريم شانتيه، يعني مش شرط الكريم النباتي، لا ممكن تعمليها مع الكريم شانتيه تبقى حلوه معاك، لكن النباتي زي ما اتفقنا انا بحبه عشان بيديني قوام حلو اللي هو السايل. يا استاذه زبيده. ايوه ايوه. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا كويسه ولا ازيك يا شيف محمد؟ الحمد لله، تحياتي لكل اهل السودان يا فندم. اهلا بيك، اهلا بيكم كلكم. ولا تحيا مصر، والله ما شاء الله ربنا يخليك يا رب. يعني 100% انا في القاهره. اهلا وسهلا. بس انا بكلم السودان، هم متابعين يعني عارف يعني في نفس الوقت انا كل يوم متابعكم. اهلا وسهلا. شكرا في الاعاده، يعني مبسوطه من القناه دي باندروما ما شاء الله ما شاء الله. سي يعني يا فندم ربنا يخليك يا مدام زبيده، تسلمي. الله يخليك الله يحفظك. وعايز اسلم عليك بس، وكويس انا هديك كويس الكت مش مشغول يعني. ربنا يخليك يا رب تسلمي. وكنت عايز اسالك بقى عن ايه اشهر اكلات في السودان، ايه اشهر اكله انتوا بتعملوها وبتحبوها جدا في السودان؟ السودان يعني السودان عندهم هي زي مصر كده، عندهم باميه وملوكيه وكده، بس عندهم أيوة. حاجه اسمها ويكا. ويكا اه، ما الويكا عندنا في الصعيد. ايوه. في عندكم برضو. ايوه بالظبط. وعندهم عصيده، عصيده دي بيحبوها جدا. العصيده تمام. اها. ما احنا طول عمرنا المطبخ بتاعنا واحد، لان طول عمرنا عندهم حاجه اسمها جراسه زي فطير كده. جراسه عارفها؟ حلو جدا. انا بنشط معلوماتي معاكي ما شاء الله عليك. ايوه. شكرا يا مدام زبيده، طول عمرنا كنا واحد مصر والسودان وما زلنا واحد والله، فعشان كده المطبخ بتاعكم قريب جدا لعندنا. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك. اهل السودان الطيبين الجمال، تحياتي ليهم من هنا ومن برنامج المطعم. تعالوا ناخد عندنا بقى دي الكريمه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نقوم حاطينها كده اهو من فوق. شايف القوام بتاع الكريمه عامل ازاي؟ موضوع. مال سيزر كده من فوق. حلو؟ لا ده كل واحدة هنعملها بحوار تاني، إن الكريمة ممتعة. كريمة القوام بتاعها ممتع. الكريمة النباتي دي بتيجي منين يا عم محمد؟ بتيجي من أي محل خامات حلويات، هتلاقيها موجودة عنده. هنا بقوم فاتح دي، بص يا خال كده. يمشي يا باشا لحد الآخر. حلو كده؟ نقوم واخدين ده يا عم حمدي، نقوم حاطينهم هنا. وبعد كده نقوم واخدين تمام، واقوم جايب هم جايبين دي. بص بقى يعني الموضوع ده بقى ايه، الموضوع ده كبير. ناخد شويات كده ونحطهم هنا. احنا لازم بعد اللي لونا عملته العدس ده لازم نحلي. هنحلي بايه؟ بالبابونس. عامله لي شويه عدس النهارده، انا اكلت قبل ما اخش الهواء ما شاء الله ايه حاجه فوق الخيال. على الصبح كده ليه كده؟ استاذه هاله ازيك؟ حضرتك عامله ايه يا ست الكل؟ الله يخليك، ربنا يبارك لك يا شيف. اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا فندم. الله يخلي حضرتك. الله يعزك يا رب. منور يا شيف. ربنا يخليك يا فندم. ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا فندم، والله ده من ذوقك، تسلمي. لا 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 ده اسمه كلام. ربنا يخليك يا فندم. الواقع اللي احنا شايفينه والله يا شيف، حاجات كويسة جدا. ربنا يخليك يا فندم، والله ده من ذوقك. أتمنى الحاجة تكون بتعجبكم وتقدروا أنتوا تنفذوها. أكيد إن شاء الله بإذن الله. كل حاجة بتعملها حضرتك كويسة. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك، أشكرك. ولو ليك أي سؤال تحت أمرك.
ربنا يكرمك. هو انا بس كنت عايزه منك حاجتين. اول حاجه تقول مش الادوات اللي انت بتستخدمها انواعها ايه. انا عندي بنات وعايزه اجهزها. ايوه تمام تمام. كمان طقم الصيني ده شكله تحفه. عايزه اعرف بقى بيبقى ماركاته ايه. ايوه حاضر من عينيا الاثنين. كمان اي يعني مثلا لان في السوق حاجات كتيره فاحنا عايزين نجيب الحاجه اللي هم هيستفادوا بيها ومش هترهقنا يعني حاجه كويسه. طيب انا اقول لك على حاجه. بدل ما اجيب 3-4 حاجات اجيب حاجه واحده كويسه. انا اقول لك على حاجه بما يرضي الله. بما يرضي الله الناس دي مش عشان شغالين معايا هنا. خش على صفحتهم, صفحه اسمها برايدز هاوس التجاريه. صفحه هتلاقي عليها 99 دلوقتي او 100,000 متابع عشان بس تبقى عارف. عشان في صفحات تانية قلدوهم وعملوا صفحات تانية عليها 2000. لا الصفحه دي هتلاقوا عليها 100,000. هتلاقوا انا طالع عليهم لايف. خش على الصفحه. صدقوني يا جماعه يعني الحاجه هتاخديها انت لو بتجهزها بنتك. خش على الحاجه اللي عندهم وعلى الصفحه اللي عندهم هتشوفي العروض اللي هم عاملينها, هتشوفي المنتجات وانت مغمضه جيبيها. اي حاجه هم شغالين فيها شغالين في المنتجات المحترمه جدا والسعر المناسب لكل ست بيت. شكرا ليك يا فندم. دي واحده صغيره كده بس مش هنعمل اكتر من كده اهو. وبعد كده نقوم جايبين عندنا الشوكوبون الجميل ده وحاطينه من هنا. وبعد كده ايه نقدمها بالشكل ده, نحطها هنا تمام. دي بقى اعمل لها حوار تاني. كل واحده موضوع. دي هحقنها من جوه كريمه ازاي. بص يا عم خال, حط كده دي تمام زي ما انت شايف كده بالظبط. نقوم واخدين دي حطينا كده في النص ونحقن يا باشا وننزل. حد واخد باله من حاجه؟ مش اي. بص بدأ, بص بدأ تعمل ازاي. عشان المسام بتاعتها مفتوحه. بص بقى يا باشا من جوه منين عامله ازاي. اهي تبدا ان انت تعمل فيها لحد ما تفتح كده من الجنب وتجيب معلقه وتاكل وبالهنا والشفا. ولا صوصات ولا حاجة. الحاجة ديت مش محتاجة الا كريمة وفاكهة او شوكولاتات وبس. ما تحطيش اي صوصات وما تحطيش اي حاجة. ودي انا عاملها كده وفاتحها كده من الجنب واقصدها ان انا اعمل كده. تقوم عاملة ايه بقى؟ ليه قصدينها؟ عشان تقوم جايبة دي كده نشغل بقى ايه اللي هي ايه الاحساس اللي عندنا بقى يعني تفهم ازاي. بص يا باشا عامله ازاي حبيب. يا رب ان شاء الله. انا شغال احمر مع ابيض اهوت بس عشان ما حدش يقول لي ايه انت شغال الاحمر بس. لا يا عم شغالين احمر مع ابيض مين مع بعض اهو. دي تاني واحدة. تعالوا ناخد عندنا تانية وبرضو دي هنحقنهم برضو بس مش هنحقنهم كتير. حاجات بسيطة. بص كده ان تطلعي بس. ودي تمام. كل واحدة بشكل مختلف, موضوع مختلف عن التانية خالص. طيب هنا بقى دي بقى وعامل فيها ايه. بقوم جايب دي نقوم ايه مكسر ديت جرش المالت سيزر ده شوية بص خير بقى كده اهو. نفتحه من هنا كويس. ايوه وبالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. نجيب اخر واحده ناخد ديت نحطها هنا. واخر واحده بقى اللي هي ايه اللي هي الباشا الكبير ده بقى ده اللي هنجيبه اهوت ونبدا ان احنا نشغله. عايزين نجيب الحاجات اللي فرمناها حمدي
عشان هنطلع فاصل، عشان بعد الفاصل ان شاء الله هنبدا نشتغل عندنا في السوشيال، بس نجيب الحاجه اللي احنا عملناها في الكبه يا اخواننا جوه. لا لا الكريمه دي يا جماعه طعمها حلو قوي بجد، يا سلام لو نحط عليها قهوه تخلي طعمها في حته تانية خالص. نحط عليها كاكاو نخليها بالشوكولاته، نعمل فيها حاجات كتير جدا. تاخد واحده من دي تحطها هنا في النص عشان ما تاخدش كريمه كتير، ونبدا نقوم واخدين عندنا الكريمه. استاذه وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذه وفاء؟ ازيك يا شيخ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. تسلم ايديك على كل اللي بتعمله. الله يخليك يا ست الكل. انا والله كنت كلمت حضرتك قبل كده وكلمت الشيخ نونة. ايوه. وكان قبل الحادثه والله اللي هي كانت عملتها دي. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الحمد لله. كنت طلبت من حضرتك ان يعني حضرتك تكلمني بعد الهوا، فما كلمتنيش ولا هي ولا انت ولا مدام. طيب حاضر يا فندم، سيبي رقم تليفونك وان شاء الله حاضر نتواصل. والله اسفين جدا، وساعات قلت لكم بنتواصل مع الناس والناس بتتصل وعارفه ان احنا نتواصل معاهم، لكن ساعات التليفونات عندكم بتبقاش غير متاحه، التليفونات بتبقى غير متاحه، وقلت وضحت الكلام ده على الهواء قبل كده. فحاضر سيبي تليفونك وان شاء الله خلي تليفونك في مكان متاح وان شاء الله نتواصل مع بعض. حاضر، شكرا لحضرتك جدا، الله ينور حضرتك. ماشي، بص بقى، الله، ده الوش اللي طلع فرمناه بعد ما نشفته على درجه حراره هاديه جدا. بص الجمال، على درجه حراره ايه هاديه جدا، بدا ينشف عشان لونه ما يبقاش غامق معايا. خدناه وفرمناه عندنا في الكبه، فبدا عندي يبقى بالشكل ده. نقوم واخدينه وحاطينه هنا في النص. وهنا نقوم واخدين عندنا المالت سيزر ده حاطينه هنا. استاذة نوال ازاي حضرتك؟ استاذة نوال اسفين جدا يا فندم لو في اي ضغط والله في التليفونات يا جماعة، واسفين بجد. ماشي، واحدة كده بس، ايه من نص كده. كيكه محترمه جدا، اكلها بالهنا والشفا. خلصنا كده، ناقص واحده كده، ايه هعملها طبقات كده واتدلع فيها ان شاء الله. لكن خلينا ناخد فاصل، بعد الفاصل باذن الله عندنا حاجات كده عن السوشيال ميديا، خلينا نشوف عندنا شويه اسئله وشويه استفسارات. ما ننسوش هنا تيجي نشوف الحاجه اللي اتخمرت عامله ازاي، يعني المرحله وصلت لحد فين. بص ما شاء الله، ايه رايكم بقى؟ ده مكان حاجه زي الفل ما شاء الله، ما تجيش ناحيتها بقى خالص، سيبيها، شيل ورقه الزبده، مفيش حاجه لزقت قدامك اهيت. هنبدا ناخدها ونسويها على درجه حراره كام؟ 180 ان شاء الله تطلع قبل ما نخلص، يعني قبل ما نخلص الهواء هيكون في حاجات طلعت معايا. هسوي هنا ونجيب عندي يا عم حمدي راك اهو، خلي بالك الاطباق ديت ما تتهزش معاكي اهيت عشان التخمير بتاعها ما يقعش. ونقوم واخدين اهوت، ادي اطباق راك الجيم محترمه، لنبدا نشتغل فيها ونسقي فيها زي ما هي، ونودي يا باشا ربع ساعه ونطلعها ونشوفها تبقى عامله ازاي. بعد الفاصل عندنا البوست ممكن ننزله تاني يا حمدي، عشان الناس لو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار وما عرفش يوصل عن طريق التليفون يوصل عن طريق السوشيال ميديا، وان شاء الله بعد الفاصل ده هنبدا نجاوب على الاسئله على صفحه المطعم. دي غير صفحتي الشخصيه يا جماعه، دي صفحه برنامج المطعم. تمام، يلا فاصل ونواصل.
لا لا لا، تعالى خش عليا هنا، ده الموضوع كبير. خش خش خش. ايه الجمال ده يعني؟ خلينا نفتح بقى الايه الرسائل ونبدا بالاستاذه تسنيم، عامله شكر باره اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، حاجه والله تفتح النفس. لا ده التصوير كمان عالمي يعني، فوق من اي حاجه تانية، التصوير بالاضاءه موضوع حلو، الله ينور. اللي بعده تورت، استاذه نورهان بتقول تورتة الكيكة الاسفنجية بتاعت حضرتك، يا نهار ابيض ايه الجمال ده. بص الاسبونج عامل ازاي، الديسكات حشو الكريمة، هو والله تفتح النفس. عارفة سهل الممتنع يعني، احنا بصينا عليها هنلاقي فعلا السهل الممتنع، ديكور بسيط جدا لكن يفتح النفس، انا عجبني جدا، جريت رقي بجد. هنا مروة من ليبيا من اشد معجبين بيك، وعامله ايه بقى؟ اه ده البيتزا، ايوه اهي بيتزا باشا، ايه شغل عالي بقى. تحياتنا 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 والله. ام حبيبه عامله الجاتوشه تو قدامكم اهوت، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. لا لا لجوزها طبعا ما شاء الله، تحيه لام حبيبه وربنا يبارك لكم ببعض يا رب. ايه ده بقى؟ لا كده يا جدعان، لا احنا بدأنا نخش في التقيل بقى، خش بقى في التقيل. حد عارف ايه ده؟ يلا ايه؟ صح، طاجن اللحمه بالبصل وعليه العجينه سجدة الله اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. انا مبسوط والله يا جماعه قد ايه. لا احنا ما ينفعش، مش هنقرا كومنتات بعد كده، اللي ينزل تطبيقات وصور، انا عاجبني الموضوع ده، الواحد مبسوط بيلاقي شغله محطوط كده بالشكل ده وبالتصوير ده والجمال ده. لقمه العيش دي تاكل حاف على فكره يعني، ما بالك بقى فيها اللحمه كمان من جوه. تعالى يا حبني نطلع الحاجه اللي في الفرن وهنكمل، ما تقلقوش هنكمل، انا مبسوط بالحوار ده. تعالى شوف البباظ، الله اكبر. بص يا باشا بقى الفورمه بتعمل ازاي، طلع ما شاء الله عامله ازاي، كب كيك يا باشا. ماشي طلع. ايه الاخبار هنا؟ ده في اطباق راك نسيبها شويه. بص بقت عامله ازاي، بص التخمير عامل ازاي، فاهم ازاي؟ طيب بص هنا، الله اكبر، ايه رايك اهي؟ بصي بص الكيكه ناعمه ازاي جدا. الاصول بتاعتها ايه بقى؟ اصولها اللي هي بتبرد وتخش الثلاجه وتشتغلي بعد ما تخش الثلاجه بثلاث ساعات، اصولها اللي انت تعملي فيها كده. يبقى اذا عشان نطلع حاجه محترمه زي اللي قدام حضرتك ديت وتطلعي احسن كمان، امشي على اصول الحاجه. ازاي؟ الخميره الاول اللي احنا بنعملها في الاول اللي هي معلقتين خميره وكوبايه من الحليب الدافي ومعلقتين سكر ومعلقتين دقيق، بنقلبهم مع بعض ونسيبهم في الثلاجه ساعه، تمام؟ بعد كده بنبدا نحطهم، نحط معاهم خمس كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من الحليب الرايب، بعد كده بنحط خمس عدد بيض، بنحط باكو من الفانيليا، شويه ملح صغيرين، وبشر برتقانه، واقوم واخد الخميره اللي احنا خمرناها دوم عليها، اللي احنا خمرناها لمده ساعه في الثلاجه عليها. بعد ما تخمر بقوم حاطط لون احمر ليها. وبعد كده بقوم حاطط عندي كوبايه زبده مسيحها عندي على النار، واقوم ضايفها للخليط ده. الخليط ده بيبقى ناعم معايا ولونه احمر زي ده. بقوم واخدها واعجنها كويس جدا لو ما عنديش عجان بايدي، وابدا ان انا احطها في الفرم اللي عندي. حطيتها في فرم راك، فرم كب كيك، وفرم اللي هي فرم المولتون كيك اللي احنا بنعمل فيها الرز. تمام؟ تعالوا نطلع ديت. اهي ما شاء الله اللي في الطبق دي بقى وهم، فاهمة ازاي؟ بص الطبق ما فيهوش اي حاجة، بيخش الفرن يعني، هو الموضوع اللي هو ايه، هتغيري فكرتك خلاص عن طبق البورسلين اللي عندك لو انت جبت طبق ريك. بص ما شاء الله عامل ازاي، يطلع يبرد نفتحه نسقيه نديله الكريمة. نرجع بقى هنا للشغل بتاعنا، اتمنى طبعا حد ينفذ التطبيق ده ويبعته لي وايه ونبص عليه. برجر سوبر كرانشي عمايل ايديا استاذه ايه سمير، ده الموضوع الموضوع كبير يا جدعان. هنا دي عامله ملحمه برجر، بص هنا على يمين وشمال هنا وفي كله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي. البطاطس بس محتاجه تقرمش اكتر، تمام؟ البطاطس تقرمش اكتر، شكل البرجر حلو جدا لكن البطاطس محتاجه حضرتك اللي انت تحطيها تقطعها صوابع، تجيب البطاطس اللي هي للتحمير اللي هي البيضه، وتحطيها في ميه بتلج
وخل وملح وتطلعيها تحطها في زيت يكون غزير، ده مهم. استاذة مرجانة هي من الجزائر، تحياتنا طبعا لكل اهل الجزائر، وعايزة تعمل لنا طبخة جزائرية من عينيا الاثنين، تأمرين يا ست الكل. انا نور من العراق، نور من العراق، تعال نشوف العراق عاملين ايه. احلى شوية زلابية اهي ما شاء الله، حاجة محترمة، الله ينور يا نور، تحياتنا للاهل العراقي يا فندم. هنا استاذة فاتن سابليه بالقرفة، في تطور وفي اداء وفي لا احساس وفي اللي هو المقاسات نفسها واحدة، الحاجات دي انا مبسوط بيها جدا. دي مش هينفع ان انا اقولها، دي سمبوسة الجبنة اللي عملتها بطريقة حضرتك تحفة جدا استاذة سارة ناصر، الله ينور الله ينور الله ينور. محتاجة تاخد زيادة في الفرن، محتاجة تاخد سوى زيادة. بصي عندك الالوان مش متناسقة، لازم الالوان هي حلوة والتقفيلة كويسة مفيش مشكلة، جربي المرة الجاية بقى وعلي عليها درجة حرارة وخليها تستوي كويس. كفتة العدس بحبة بديل بجبة بديل كفتة الرز، الله يا عيني على الإحساس، ده كفتة عدس ماشي. هنا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، استنى بقى. السلام عليكم يا شيف، وصفاتك روعة، نحن نتابعك من العراق، وهذا المحشي العراقي. لا نبص على المحشي العراقي بقى يا جماعة، نبص على المحشي العراقي عشان هو بجد خطفني، ما عرفتش ان انا اطلع لفوق، وقفت. ايه الحلاوة دي؟ ضلمة ضلمة، اه ايه ده الجمال ده بجد. بص الكوسة، بصل، اه فاصوليا حمراء، اه صح ملاك بنز، وهنا الفلفل الرومي الاخضر، بتنجان، البصل، هي الدولمة بتاعتهم. لا ما انا محترمة يعني شغل العراق بصراحة، المطبخ موضوع. ده رز بسمتي، ده بسمتي ورز بسمتي اهو. ايه تاني ايه تاني، تعال بص بقى على الاحساس ده بقى عشان بس نشوف التطور. الناس بدأت تمسك كاس الكريمة هي وتشتغل شغل عالي. استاذ اسراء تورتة الاسبونش بتاعتك يا شيف انا بشكرك جدا والله. بص القلب عامل ازاي، وعاملاه نص احمر ونص ابيض، الله عليك والله، وعلى تقطيعة الكيس والروزيتا كل واحدة مقاس التانية، الله عليك بجد، تسلم ايدك استاذة مين عشان يبعت لها استاذة اسراء حسن. طيب نقلب كده نقلب كده، لو حاجة خطفت عينينا نبص عليها. اوبا على الفطير بقى، لا نخش على الفطير. قبل الفطير استاذة سعاد، ايه رأي حضرتك يا شيخ محمد، يهمني اعرف رأي حضرتك. انا عاملة مشروع، انا مش عامله مشروع ولا حاجه، اه بعمل لاولادي وقربي وتشجيعك ليا بيهمني. اه ده عامله شبكه بالشوكولاته، ده 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 انت ما شاء الله عليك، ده ده انت اللي شجعينا صحيح. شغل الشيفات ده خلي بالك. ده شغل ناس، ده شغل في صنعه، اللي هي الشبكه اللي انت عاملاها من الشوكولاته ولفاها حواليها، صنعه طبعا، اه طبعا صنعه، اللي هي تطلعها بالراوند ده. انا هوريها لكم الطريقه، الطريقه اللي هي بتجيب ورقه زبده وبتحطها بشيت يبقى زي ما اتفقنا حوالي 10 سنتي زي اللي هي عاملاها ده، وتقعد تشخبط كده بالشوكولاته كورني، وتقعد ايه تعمل رجات 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 كده حوالين بعضها وفي شبكه، وبعد ما تطلع قبل ما تنشف عشان كده بقول لك فيها صنعه، بتقوم واخدها وتلفها حوالين الكيكه تحطها في التلاجة تجمد تقوم شايلها. ممتازه ممتازه بجد، برافو عليك. اه تمام يا باشا. هنا في فطير فات الميعاد، الفطير المشلتت على طريقة حضرتك، الله الله ايه الجمال ده، مورق وبالصلاة على النبي. انا من غير والله من غير ما ادوق انا عارف الفطيرة عاملة ازاي، مش شكل ده محتاجة بس تاخد لون سيكا. سبحان الله السجاد دي سبحان الله بتطلع شغل والله، لو حطيت فيها ايه مش عارف ليه يا اخي، وتبقى سودة سودة، بس هي بتطلع الشغل، هي اللي بتطلع احلى حاجه تاكلها. غلط طبعا، بس يعني لو بتنضف صح مفيش مشكله منها، وتدهنيها زيت. مأكولات ام مروان هنختم بيها بقى، خلاص هنختم يا جماعه بالصوره دي، دي اخر حاجه نختم بيها. الله عليك بص المنظر، دي عايزه غزل، دي عايزه الواحد يتغزل فيها في الحماميه ديت. ايه الحلاوه دي، حاجه كده ما شاء الله.
هنختم بالحمام خلاص، جت على احلى حاجه وهنختم عليها. اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم النهارده، اتمنى الباباز النهارده اللي احنا عاملينه ينول اعجابكم. دي الفورمه الكبيره اللي احنا عملناها كله طالع قدام حضراتكم اهوت. بعد ما بتطلع الحاجه ديت بتبدا اللي احنا نقلبها كويس جدا. بص 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 يا خالد، فورمه اهي يا باشا اهي، نقوم واخدينها حطينا في التلاجة ونبدا اللي احنا نشتغل فيها ونبدا نحشيها كريمه. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج المطعم. شويه كسكسي ان شاء الله بكره نعمله لكم حاجه رايقه نشوفها، ولكن ان شاء الله بكره باذن الله انتظرونا. معاكم محمد حامد، بابا معاكم كل يوم الساعه 11 ونص للساعه 1 صباحا باذن الله، معاكم على قناه بي ان سي. اشوفكم على خير ان شاء الله، سلام عليكم.